هذا الخلافات التي نعيشها. لذلك تشوف الان في بعض احيان الاباء اصرار صراع تربوي مع ابنائه بماذا؟ بالمقارنه. يقول انا قدك كنت كذا وكذا وكذا، انا قدك كنت نوض على 4 الصباح كنا نهبطوا بالروفيكو نعمروا تما كل اخر ونجي، وبعد هو باش تقول له اشري لي مع قرعه ما ما يقدرش يشريها. يقول انا عييت انا عييت بزاف. قول له روح ندير معك الطوموبيل تقضي معايا، يقول لك نعيا. شفت الهشاشه التي نعيشها. هذا المعاناة او هذه المظاهر التي نعيشها هي التي سنتكلم عنها في هذا المجلس المبارك. قبل ان نغوص في التفصيل بين الوهم والحقيقه، حبينا نتكلم فقط على مرحله الشباب. شوفوا تبعوني مليح. الانسان يزيد عنده مراحل. الشيوخ تاعنا ربي ان شاء الله يبارك في اعمارهم، وربي ان شاء الله يجعلهم من اهل الجنه، وان شاء الله ربي يزيد يبارك لهم في اعمالهم. الشيخ الكبير الان يا شيخ كبير قدر له ربي باش يعيش كاع المراحل تاع الانسان، حنا مازال ما عشناهاش، ما علمناش وراح ندوقوا الشيخوخه ولا لا. بصح لكن شيخ كبير وضمن الكوثر اللي عاش كاع المراحل تاع الانسان، عاش طفوله، اذا هذا الشيخ كبير كان طفل صغير وبعد كان شاب. على بالكم حتى ذوك الشيوخ كبار والله غير يقدر يحكي لك حكايه كي كان في عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يحكي الحاجه اللي قاصته باش نتفاهموا، حاجه اللي فيها مشاعر بالفرحه ولا بالحزن. يقدر يحكي كي مات باباه، يقدر يحكي كي صرات له هذا الامر، كيف فرح، كي شرى له الصباط الاولاني، يعني يقدر يحكي موقف من طفولته، يستخرج لنا موقف قصه من الطفوله ديالو يخرجها لنا. لكن حبينا نفهموا فقط المراحل، انه كاين مرحله الان تاع طفوله، ما كاين واحد المرحلة الآن، مرحلة خطيرة الآن بالك تجي مناسبة ونحكيو عليها، هي مرحلة المراهقة. هذه مرحلة المراهقة هي واحد المرحلة جسم، هذا الجسم اللي يجوز فيه الولد الصغير من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد. هذه المرحلة، هذا الجسم جولة معلق بين هو ولد صغير وبين هو كبير. ولذلك في هذه المرحلة واش يديروا بزاف الدراري؟ يبداو يديروا واحد الحوايج باش يبينوا روحهم باللي كبار. واش يبداو يديروا؟ يبداو يتمردوا، يبدا يقول لك ما عجبتنيش. هذاك الولد اللي كنت انت تشري له حوايج غير بلا ما تقول له تولي تخرجوا معاك وتتعب انت وما يعجبوا حتى حاجه. علاش؟ لانه هو حاب يفرض روحه. ما عجبتنيش هذه، ما نديش هذه، نشري باسكيت بيضاء، كل باسكيت بيضاء توسخ، لا لا باسكيت بيضاء، ومع الاخر يشري باسكيت بيضاء، كيما وليدي ما غلب عليا. شرى باسكيت بيضاء ويتعذب بها المهم دوكا. فالشاهد المهم باش نكونوا واقعيين، يعني يبدا يفرض روحه الان في مرحله المراهقه، ومن بعد يلحق مرحله الشباب خلاص انا حسيت روحي كبير، ومن بعد يحس روحه الان مرحله. هذه المرحله نفسيا هي مرحله تجتمع فيها جميع القوه، قوه الغريزه الجنسيه، قوه الطموح، قوه البدن، قوه هذه القوه يغتر بها الشاب، يغتر بها الشاب، شو تغر نفسه. ولذلك هذه المرحله لما الله عز وجل، شوفوا ندير واحد الفرق بين الشيخوخه والشباب. الشيخ الكبير الان ربي كرمه بواحد النعمه، شنو هي؟ انه ضعف له الله عز وجل، ضعف له الدواعي تاع المعصيه، يعني القدره الجنسيه تاعو ضعفت. علاش؟ باش ما يغلطش. مثلا نسبه مثلا هرمون النشاط تاعو نقص. علاش؟ باش يقدر يقعد يرابط بين المغرب والعشاء، يريح عادي شيخ كبير. لذلك الاباء تاعنا ربي يحفظهم الان، كما كاين شيوخ الان معنا في المسجد، كاين واحد اخرين وين؟ في القهوه بارك الله، في الدومين، من العصر حتى المغرب العشاء هو في الدومين. ما يتقلقش. علاش تقول له ما تقلقش؟ لانه اصلا هرمون النشاط يخرج له طق طق غير بالعقل. ولذلك الدراري الصغار من الخطا اللي نديروه مع ولادنا وشنو؟ هرمون النشاط تاعو اذا كان يخرج بزاف واش يصرالو؟ يبدا يقول له ريح حولك، هاو يزغر، بدا تقول له حبس راك تظلم فيه، ماهوش يزغد هو، هو يزغد في الداخل، كاين مكونات اللي تخرج به، تلقاه يبدا يزغد ويقول لك وليدك قبيح. علاش قبيح؟ هو يعيش المرحلة ديالو، لازم نفهمو بلي هذا يا راح يولي شيخ كبير يولي ما يزغدش. الشاهد باش ما نتشعبوش فقط، جينا الآن إلى مرحلة، وبعد لقينا بلي هذا الداعي هذا نقص، لكن في المرحلة هذه الأمور المكونات معناتها زعما شيخ كبير معناتها يقول لك 4 سوايع وخمس سوايع يشبع ناس، على باش يقدر يقبع العبادة على قيام الليل، وبعد ينوض الفجر يشوف شيوخ هذا وعن كاع يصلوا الفجر، علاش؟ ما يكفيهمش، يعني ناس يشبعوا ناس. جيت أنت أيها الشاب،
مرحلة فيها كاع القوة. إذن هنا مرحلة وشنو؟ الفتنة. هنا يبان التقوى ديالك. أنا في قمة الشهوة غنغض البصر ديالي، في قمة الشهوة لم أفعل هذه المعصية، في قمة الطموح جاتني آفار تاع حرام وما درتهاش. راني حاب نعيش. لو تجيك شيخ كبير 90 سنة تقول له كاين واحد لافار تربح فيها زوج مرايات، واش ندير بهم؟ معليش بعد ندير حرام أنا قبري، وبعد واش ندير بهم؟ يدوهم الوراثة؟ إذا شكون ما عندوش خلاص أنا لي رايح شبيك. لكن نعاود نولينا هذا الشيخ كبير في عمره 20 سنة، لازم ندير لافار هذا ويديرك الآن. وهذا هو ما هو، هذه التقوى، هذه التقوى. يكون الداعي تاع المعصية طالع ويجي الفتنة. ولذلك أيها الشباب باش نتفاهموا، هذه المرحلة اللي عايشين فيها بهذه الفتنة اللي نعيشوا فيها باش ندخلوا، باش تخلصوا تخلص دارك تاع الجنة. لا ديالك باش تخلص عليك، خاك تخدم لي النار باش تخلص لي طونج، والقصر ديالك تاع الجنة باش تخلصو، باش تخلصو أنت، باش أنت باش تزوج مع حرية تاع الطير. باش دير لها باريو تخدم لي النهار، باش تشري لها باريو بعد ما تخلق لها كذب تاعك تاع بلاكيو هذي، ماشي تاع الصح. انت باش تشري، وانت باش تزوج مع حر العين، باش تزوج مع هذي، بماذا؟ بأي تضحية تاعك. إذا جات المرحلة تاع الشباب، فإذا الشباب الآن هذه المرحلة اللي احنا كاع رانا في مرحلة تاع الشباب، كاع رانا نعيشوا الظروف اللي رانا نعيشوهم، جيت أنت في المرحلة تاع الشباب تاعك، حاول أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تراعي حدود الله في هذه المرحلة تاع الشباب ديالك. إذا سمعتم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شكون؟ شاب نشأ في عبادة الله. إذا شيوخ كبير، واحد كبير ومعاد كي كان شاب كان في فرنسا وكان معوج وكان في تاريخ معوج عنده كتاب وراه ما شاء الله بيبارك الحمد لله، هذا من فضل الله. بصح ما تدخلش في الحديث علاش؟ لأن الشباب تاعك ما تجلسش في طاعة الله. إذا الآن راهي فرصة قدامك الآن باش المرحلة هذه تاع القوة، باش أجمل فترة في الحياة تاعك تعطيها لربي، ماشي حتى مع الآخر. وقتاش تروح للحج؟ كي نكبروا، كي ندير لانتريت، كي ندير لانتريت ونكبر وبعد ندير لانتريت باش نروح للحج. علاش تروح للحج حتى ندير لانتريت؟ الحج عنده شرط، الاستطاعة البدنية والمالية، تقدر عندك دراهم إذا واجب عليك الحج. علاش تروح حتى وين خلاص راح تموت ما تستمتع لا بالصفا بالمروة لا بالربيع الجمرات لا حتى حاجة. فقلنا أن مرحلة الشباب الآن مرحلة الطموح، مرحلة الإنجاز، مرحلة أنك تضع البصمة ديالك في حياتك، وضع البصمة في هذه الحياة. الآن جينا الآن مرحلة الشباب في تعامله الآن كرد فعل للظروف التي نعيشها، يعني هذا الواقع الذي نعيشه الآن. لقينا الآن الشباب يعيشون بين أمرين، بين الوهم والحقيقة. الوهم، ما معنى الوهم؟ الوهم هو غير الحقيقة، أن الإنسان في بعض الأحيان يعيش واحد المخيلة. هذه المخيلة هذه التي أنشأها الآن من خياله وشارك فيها آخرون سنتكلم عنه، هم خلوه يعيش هذا الخيال، هذا الكذب الزائف، هذا الوهم الزائف عوض هذه الحقيقة المرة. حقيقة مرة متفقين صح مش سهل. ولذلك أول شيء من أسباب أن يعيش الإنسان في الوهم، خليه يعيش الوهم، لش ما هو؟ غياب الهدف. إنسان ما هو هدفك في هذه الحياة؟ لما الإنسان الهدف تاعه في هذه الحياة ما على بالوش وش هو يدير. لذلك نحكمو دوك شاب نحكي لنا الهدف تاعك، تلقاه ينوض الصباح ما على بالوش وين بيروح، تلقاه عنده سيارة راهو يدور ويحرق في المازوت، وينك وينك ما على باليش أنا ندورو أنا نروحو. فلما الإنسان ينوض ويعيش هذه الضبابية التي تنافي الحكمة التي من أجلها خلقنا، لما نعيش هذه الضبابية، الضبابية هذا الآن الضباب هذا الذي يعيشه الإنسان ويعيش هذا الضيق، فيولد عنده ضيق في نفسه، لأنه علاش ما عندوش هدف؟ ما على باليش وين راهو رايح؟ وين راك رايح؟ واش راك دير؟ تحكم تدخل وقت تقرا، وعلاش راك تقرا؟ على باليش، خاص ضامة قالوا لي قرا، وبعد ذلك علاش راك تخدم؟ خاص حنا نخدموا بعضنا، بعد وين راك رايح؟ ما على باليش، وبعد نوض الصباح
ولذلك نتلاقاو بالانسان يقدر يقعد في بلاصه حتى نقعد قاعد نهار كامل هو قاعد بعد قاعد تقول له علاش راك قاعد يعني هذا الوقت اللي تقدر تدير فيه عده امور يمكنك ان تنجز وان تضع بصمتك في هذه الحياه بابسط شيء باش نتفقوا فقط بابسط شيء يعني لو كان نقولوا بلي سبحان الله وبحمده ورثت له دخل في الجنه يعني شوف وقت صغير سبحان الله وبحمده ورثت له دخل في الجنه انت شحال عندك من خلاف في الجنه ما عندوش عنده واحد ثلاثه الخلات كاش قالهم سبحان الله وبحمده هذه هي ما كي قال اش كان يعيط وقال سبحان الله وبحمده ما كانت عنده ميقانيه باش يدي الخلا لذلك الانسان الان هل من الاسباب احنا حنذكروا الاسباب وما نذكروا المظاهر وبعد نذكروا الحلول فهذا الان هذا السبب يورث هذا 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 الوهم الذي يعيشه الانسان لانه ما راهوش يعيش في الحقيقه ديالو ثانيا من اسباب صناعه الوهم وهو الاعلام 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 يخلي الانسان هذا في الجانب النفسي يدير الانتماء او يدير الاسقاط يسقط نفسه في هذا السيناريو اللي راه يشوف فيه نعطيكم واحد المثال واقعي يعني لما كنا صغار كنا نشوفوا لي فيلم كنا ندخلوا ساعه سينما وتشوف واش كاين في الصالة الا تتفكروا كي تخرج انت من السينما زعما فيلم كاراتي واش تبدا دير بارك الله فيك تعرف لها الله يبارك يا ما شاء الله تخرج تبدا تضارب كاع كنا نحسوا روحنا بريسلي هو رجلو ما طلعش لهنا ويحسها بلي طلعت للسما يقول لك الشتاء كاش طلعت ما طلعتش يا ولدي راهي غير تحتها لا لا والله لا لا كان ماشي راني سخون وانت كيفاش ما تسخن حتى الغدوة ما حسش طلعها الشاهد انه الانسان يبدا يحس روحه هو هذاك البطل الاشكال يا اخوان في الاعلام لما نحطوا مثلا زعما فيلم فيه ثلاث سوايع يصور لنا البطل باللي كان فقير وبعد تنحكر وبعد دخل للسجن وبعد خرج وبعد ولا ملياردير وبعد ولا مرفه وبعد لاباس به خلاص جيت انتايا كشاب او يشوف في الفيلم هذايا في السيناريو الان هذايا باش ولا هذا باش ولا مع الاخر ملياردير قصه عليك دائما البطل ما يموت ويولي مرفه ودائما هكذا ما كاش واقعيه ما كاش زعما دائما يخلي لك سيناريو يخلص مليح فلما نحكموا السيناريو هذا تحب انت تعيشه لكن هذا السيناريو نتاع شتو في شحال شحال عشتو في ثلاث سوايع ما على بالكش بلي الانجازات تندى في 10 سنوات في 20 سنه في 30 سنه ما من فيلم نلعب وزعما من بعد الاخر يحقوا لك الخطوات ويديروا لك الان واش ياثر فيك الاعلام وتعيش انت هذاك الوهم الوهم انك تعيش النتائج تريد ان تعيش نتيجه ذلك السيناريو ذلك الفيلم تعيش النتيجه تاع الاعلام باش انت تعيش واحد البطل قال انا هذا البطل صنعته بروحي في دراسه او حقائق علميه على انه لما داروا الفيلم مثلا تاع سوبرمان لما مات لاجل سوبرمان الكثير من الاطفال شحال من ولد مات في الفتره هذه في امريكا بزاف لبسوا هذيك زعما الحوايج يشريوا له وبعد يجي من البارك ومن السطح يرمي روحه وبعد طاح وشحال من واحد طاح ولذلك الان تقمص الشخصيات الان شوف طاحوا دلالي لانه حب يلعب دور البطل يلعب دور البطل ولذلك حتى في حتى نكون واقعيين نحب نحكي يعني باش نعيشوا واقع حتى في هذاك تاع سبايدر مان كاين لي بعض الحالات هكذا اللي قريت عليهم الان خلى عنكبوت حطها باش تقرصو حط عنكبوت في يده قرصاتو وسم ومات ذلك الولد علاش؟ لانه الاعلام صنع له باللي سبايدر مان هو اللي هكذاك ف انه هو هذا كما قلت حنا قرصاتو العنكبوت كي وصل قرصاتو العنكبوت ولات عنده هذيك القوه الخارقه باش ولا هو هذاك يطير في السماء فتلقى الدلالي حكموا عناكب وداروهم وقرصوهم صناعه الاعلام فيعيش هذا الوهم الذي نعيشه وهذا الوهم اللي يخلي الصراع يحدث بين ما تفكر فيه وبين الواقع الذي تعيشه والاخطر من الاعلام ما هو وسائل التواصل الاجتماعي
هذه الوسائل تحت التواصل الاجتماعي. على بالكم أخطر شيء في وسائل التواصل الاجتماعي أنه منبر يجتمع فيه من تحصل على نوبل ومن لم يدخل إلى المدرسة. أي لحظة واحد دا نوبل وواحد ما دخلش المدرسة يشتركوا في هذا المنبر، معناتها يقدر أي واحد فيهم يهضر. ولذلك إذا تتفقوا معايا أنه كاين الناس عايشين في عالم تاع التفاهة، ولاو أبطال ولاو قدوات ولاو نجوم، ولات الناس تصبر معاهم، ولا الناس تتمنى تتلاقى بهم، ولما تقعد معاه انت يقول لك ما عنده والو حتى حاجه. لماذا؟ صنعه المجتمع. التفاهه طفت على المجتمع. لما طفت التفاهه على المجتمع واثر، واش يولي؟ يعني الى تلاحظوا الان تجي انت في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى مثلا الناس، يعني ان شاء الله يشافي كل واحد، كاين الناس دوكا راهم ماض عقليا، إذا تلاحظوا ولاو نجوم زعما مثلا زعما مونغول ولا، وبعد تلقى شغل عندو لي جاب والناس تجيو بالسيارات ويماه نهار زاد مسكين مريض كيما نقول لك عندو هاد المتلازمة هادي تاع الأخر بكات دارت حالة بالبكا، ودوكا كنقولو لها معليش وليدك يولي عادي، تقول لك لا ها هو مادا بيا وكنقول لها كاع دير مونغول هاي خرجوا كاع دخلت به دراهم انا هذا راني شاريا به دار وطوموبيل وراني عايشه سعيده. لذلك الحال يولي هذاك الانسان، يعني الناس تتبنى يكون هذاك البطل، يولي انا هذاك الانسان، فيولي الانسان عايش بواحد الوهم الذي يصنعه عدد الاعجابات. لذلك كاين بعض الشخصيات مبنيه على عدد المشاهدات، تلقاه يقول لك انا بك شحال عندي ابوني، عباك شحال عندي ليفل، والناس يكتبوا له انت بطل، انت كذا، انت كذا. كاين ناس نعرفهم يعني ما عندوش مستوى، يعني ماشي نحكوا على المستوى قيمه الانسان، نحكوا فقط على الشهاده العلميه. يعيطوا له كاع استاذ، يعيطوا له دكتور، ومن بعد امن بروحه بلي هو دكتور، ومن بعد يولي دكتور، ومن بعد يقول كاع يعيطوا له دكتور. علاش؟ لانه هو خلاص طلعوه وقالوا له دكتور 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 دكتور، بعد يقول لك صح دكتور، بعد ما فيها والو تولي دكتور. ومن بعد يقول واش داروا الدكاتره؟ واش داروا اصحاب الجامعه؟ ومن بعد يعاود يولي هو دكتور ويطلعوه ويعيش واحد الوهم، وهذا الانسان يولي يدخل ويتكلم ويتصدر المجالس ويقعد مع ناس ويدخل في مجالس. لماذا؟ لانه صنع من وسائل التواصل الاجتماعي. من الامور ايضا التي تؤثر في شبابنا وهي الصحبه، المحيط اللي تكون فيه. شت المحيط اللي تكون فيه، هذاك المحيط يأثر فيك وين تولي انت عايش في وهم. هذا المحيط انت مع من راك تدور، مع الناس اللي راك تدور معاهم. ولذلك في بعض الاحيان كاين بعض الاحيان تلقى زعما نقولوا وليدك في حي، وبعد يدور مع زوج صحابه لاباس بهم، يولي له ضغط اجتماعي، يولي عايش ضغط اجتماعي، لانه علاش؟ هو عايش في وهم أو عايش في حقائق. يقعد في مجالس ويأكل ويروح معهم للدار ويقرا بيسين وياكلوا مليح، وبعد يجي للدار هو يجي معاه الوهم الذي يعيشه، ثم يتلاقى بحقيقة ما توافقش الشيء الذي يريد أن يعيشه. لذلك يبدأ يحدث الصراع الآن بهذا الوهم الذي يعيشه. لذلك الآن الصحبة، المحيط، أبنائك، الشاب أنت الآن تقول لي أنا نعيش ضغط، نعم لك الدور. ماذا تفكر؟ لأن التفكير يصنعه المحيط. ولذلك نصل إلى مرحلة التقليد. قديما كان الإنسان ابن بيئته، الآن أصبح ابن تعبئته. ما أنت هذوك ماهيش البيئة اللي تصنع الطفل ولا الشاب ولا شخصية الرجل. أصبحت التعبئة وهي تليفون هذايا واش راهو يصدر لنا. لما التليفون هذا واش راهو يتصدر نلقاو في نقد مثلا زعما تلقى لاعب يلعب زعما في ليفربول بعيده، وبعد هذا اللاعب زعما حفف تحفيفه، تروح انت لواحد الدوار بعيد تلقاهم راهم يحفوا هذيك التحفيفه. منين جاتكم؟ شكون قال لك حفف هذه التحفيفه؟ لا هو يتبع خلاص. دوك هذه زعما تاع زعما تقول زعما حاجه خرجت في الاخر، بعد زعما خرجت في العاصمه بعد باش تلحق لهم زعما على 5 سنين. لا دوك خلاص كاع عاصمه دوك ها رانا كاع وحده. يعني نقول لكم بلي انا رحت يعني ولايات تاع
تلقى نفس الشباب نفس التفكير على نفس المخدرات نفس العقلية نفس الحرقة نفس التفكير نفس اللبسة نفس تقول أو سبحان الله يعني الأصل زعما تروح هذه المناطق تقول لي مازالهم محافظين لا على نفس الشباب علاش؟ لأنه التعبئة ولأنه التقليد والتقليد الإنسان يقول يهزم نفسه يعني يضغط على روحه خلاص ينسى روحه يولي يشوف فيتأثر لما يتأثر تلقاه يتأثر لأنك تلقى بعضها يشوف في النبرة تاع الصوت تاعو ما مش عايش روحه هو ذاته لم يعيش نفسه أو عايش في وهم على أنه هو هذه الشخصية فتلقاه يقلد ذلك في 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 شعره ولذلك الآن بعض الآباء يبدأ يشعرون صراع الصراع هذا في بعض الأحيان أن نقول للآباء نقول له صراع مؤقت أنت ما ليش ماشي مشكل كاع رانا نعيشوا هذا الصراع مع أبنائنا بصح لازم تفهم بلي صراع مؤقت مبني على روح واحد اليمن خرجوا السلاوه صغيرين ومن بعد عاودوا خرجوا العراض ومن بعد خبز الزين ومن بعد عاود تنحات زيكا ومن بعد عاود تنحات الاخر بعد هادي ومن بعد بالقوشه ومن بعد تنحات القوشه ومن بعد ورانا نعيشوا مراحل المراحل هذه لان الشباب تاعنا الان ماهوش يعيش الشخصيه تاعو كل واحد فينا من اين ينتقي هذه الشخصيه التي يريدها ولذلك الان من مظاهر هذا الوهم يعني أيها الشاب لما يعيش الشاب هذا الأسباب والترفيه الترفيه الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي المجتمع طموح الأفكار يعني الأفلام هذه الأمور كيف راهي تصنع فينا هذا الفكر هي تصنع فينا المعتقد الذي نعيشه هذا المعتقد الذي نعيشه هذا الفكر الذي نعيشه مش يخلينا يخرج لنا مظاهر أول مظهر من هذه المظاهر وهو خطير شوية المظهر هذا وهو حرق الخطوات يولي أن نعصر السرعة نحرق الخطوات ما نأمنوش بالإزدادة مثلا نشوف نحكو في أبسط شيء زعما في الحادث أروح من الأخر طواش مقدمة دوك هكذا المغرب عشاك ومريحين ما شاء الله نعمة كبيرة رانا خالفنا الأصل واش حاب احكي وخلينا نروحوا ولذلك لو كان تشوف الان ننطلقوا الان من واقع صغير بين الماضي والامس خلاص نحكي باش نكون منتمي الى 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 البيئه اللي راني نتكلم فيها الجيل ديالنا تاع السبعينات ونقدر نقولوا احنا تاع الثمانينات قاعد درنا لاشين تاع الخبز ساعه ونص زعما ساعه ونص نعمه اقدر لاشين نتعرف على السيد بعد تضارب يسلكوك شكون تعيش هذيك لاشين تعيشها وبعد تلحق دلتك تشري الخبز وتروح وبعد تشري الكاز تشري الحليب دير لاشين تروح تشري بعيد عادي هذا هو المجتمع هذا هو الواقع لما الان دخلنا الى عصر التقنيه ولات الحاجه كاع سرعه ولذلك لما تعيط يدير بريكون ديرا والغاول بكري كان التليفون ديجا باش تفورمي تقعد يدور وبعد يعاود يدور زيد دير تسعه سورتو تسعه ما يجي يولي هادي مع الثمانيه هادي هذا كاع يديك عرفت واش كان يعلم الناس الصبر باش نتعلموا الصبر اما الان دوك لا دوك هاد السرعه هاد حرق الخطوات خلات زعما السلام عليكم كاين خبز ثلاث دقائق يخرج ثلاث دقائق ويروح ما يجي ما يستناش ثلاث دقائق ما تلقاش عشان تعرف خبز طويله فهذا الواقع اللي خلى الناس في حياتها احنا رانا بدينا مثال بالامور الواقعيه احنا حبينا نمدوا الان انجازات الحياه جينا الى انجازات الحياه يعني الانجازات في الحياه تاعك كاع ما حابين ترفعوا كاع حتى واحد اللي خلاص زعما شكون يقول لك كاع نولوا مرفهين ما تقدروش كاع نعيشوا مرفهين لازم نتفاهموا بلي ما نقدروش نولوا كاع دي ملياردير ان شاء الله نولوا كاع دي ملياردير ايماجيني كاع دي ملياردير دوكا اكو تامنوا ياك عشت الوهم شويه 3 مون داي يعاودوا دي ملياردير شاهد انه تتصور باللي كاع الشباب الان بالتاثير تاع الاعلام والتاثير تاع بعض يعني كاين واحد الامور بالك ما نحسبوهمش كاين هما عندهم تاثير زعما المجال تاع التنميه البشريه هذا خير في جزء منه يعني مظلم يبدا يقول لك كيف تصبح مليونيرا في 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 شهر كيف تصبح اخرج الاسد الذي بداخلك وتصبح دب وبعد انظر كيف هذا يحكي لي على البيئه ديالو كيفاش نجح كي تحكي لي على النجاح ديالو زيد تحكي لي على البيئه شكون عاونو شكون خالو هذاك عطى له 2 مليار عطى له مليون دولار باش عاود يفتح الشركه اشك تحكي لي انت على وانا خاليني نسالو دراهم اش بيك ما كاش منها تخرج هذه الكاميرا لا
كاين الشاهد يا اخوان نحكوا على خطر. ولذلك الان كاين واحد الظاهره يا اخوان بدأ بين نكونوا كما خاصنا كي راه هنا الشباب باش نقدر نتكلم بلغه الشباب. الان كاين واحد الحاجه دخلت في الحياه تاعنا وهي التسويق الالكتروني، هذا الاي كوميرس والفريلانس هذا الامر خلاش الان ربما ما عرفوش نوجهوه. حتى الناس اللي مشهورين في هذا الامر تلحق لهم الرساله ديالي باش تقول له لازم يحترموا العقول تاع الناس. ما نرجعش انا نقول لهم شحال تخدم 3 ملايين واش دير لك 3 ملايين هذه 3 ملايين هاو كاش نجيبها وهاو شحال اللي يدخل في الشهر واش راك دير. الان هذا المشكل واش خلى الشباب ما يامنوش بالخطوات. الكثير من الشباب الان وانا نتكلم بما اعيشه مع الشباب ام يخرجوا من الجامعه علاش؟ لانه يشوف او يقرا مع الاخر باش ندير دراهم، بصح انا نقدر ندير دراهم، ودوك دوك بلا انت متى ندير دراهم، وانا بعت مثلا بعت حوايج وليت دراهم ودوك وليت معروف، علاش نحن نقرا؟ كاين حتى اطباء، بعض الاباء جاوني ولادهم اطباء يقراوا سنه ثانيه جامعيه يحبس له، يقول لي هضر معاه شيخ كله، قل له بلي الحياه فيها بلومبي، فيها نجار، فيها طبيب، فيها واحد الحياة متوازنة ماشي مشكل تقدر دير الاي كوميرس تقدر تحط الخطوة تقدر تنجح بصح كاين خطوات الان يجب ان نتبعها ولذلك حق الخطوات. شفت الفيلم هذاك اللي اثر فيا باش مع الاخر وليت ملياردير انا نحب نعيش الفيلم بصح الفيلم هذاك ولا ملياردير في 30 سنة انا 30 سنة مازال ما باتليش باش ما نتشعبش في الموضوع لكن نخاف يفوتني الوقت وما نحكيش على هذا النقطة. وهذا الان حق الخطوات من اكبر اسباب ماذا؟ اكل الحرام ما كانش حاجه تخلي الانسان ياكل الحرام كما حط الخطوات. شفت بلي نحط الخطوات فاهمني 3 ملايين شحال 3 ملايين شحال في العام 36 مليون ومن بعد زيد 10 سنين 360 مليون زيد كمل 30 سنه شحال 900 مليون هاك يا سلام 900 مليون ما تجيبلكش دار في الورقه تما ما نقدرش نشري على 30 سنه ما نقدرش. جاتني حاجه تاع حرام ما قدرتش نشري علاش؟ لانه حبيت نحرق الخطوات صح لي الفرصه باش نحرق الخطوه حرقتها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الجانب؟ قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بحرام فاتقوا الله واجملوا في الطلب. حرق الخطوات وهذا هو السبب اللي نعرج عليه في ظاهره المخدرات لما يولي على بالكم. شوفوا لما الشاب قلنا ان الشباب ربي هو اللي جعل فيك الغريزه هو اللي خلاك انت تفتتن بالمرأة، هو اللي خلق لنا المرأة بواحد الصورة اللي تخلي هي تفتنا باش يخرج غدا البصر. تصور بلي زعما ساعة عاملة كيما راجل واش دير؟ تقول لي واش غدا البصر؟ نشوف اش قادر نشوف؟ ما كاين حتى حاجة ما كاينش حاجة اللي جبدتني باش نغدا البصر. ولذلك كاين عباد زعما يقول لك ها هو نغدا البصر، لا أنا ما عجبتكش، كاش غدا البصر هذه ماشي الجو ديالك. تقول لي لا غدا البصر لا والو. فالشيء اللي مش حابين نقولوا حابين نقولوا شفت الله عز وجل هو اللي جعل لنا هذه باش يخرج التقوى. ولذلك الان من فتنة المال الحرام وشنو هو؟ الربح فيه لا مارش تاعو كبيرة عباد كان قنطار زعما قنطار تاع مخدرات بلا ما نذكروا الاسم قنطار تاع مخدرات زعما تشريه ب 100 مليون تربح فيه 105 ملايين يقول لك قاسم بالله غير حرام وانا ما نخدمش الحرام لا لا خاص تربح 5 ملايين هاو كانت ديت زعما 600 مليون نبيع 100 ندي 600 ندي 500 يقول لك الله غالب الله غالب واش دير هذا هو الوقت. فلما يولي هذاك الربح الحرام يولي يربح وفيه الفائده ديالو يحط لك خطوات هنا جات الفتنه هنا وين الشباب ما قدرش يجد هنا وين يجي وليد حمته هذاك اللي يبيع يقول له ما راكش تقرا قريت جامعه واش درت؟ دفعت لي سي في ما قبلونيش هكذا ما درت والو في حياتك وجات الفتنه من بعد القعده بالساعه قيس داركم قاعد تيكيشروا هذيك الساعه فتلقى شو الفتنه هذه هي الفتنه حابين ندخلوا الجنه هذا هو الفتنه ربي بعث لك هذا الانسان باش يبان التقوى ديالك ومن بعد يقول لك شوف اقعد غير هنا وبعد لا لا في البدايه يقول لك هاك هادو عاون بهم روحك تقول له لا لا والله والله غير تشد خويا انت نسيت كنا نلعبوا كيف عطالك زاد المره الجايه زاد قال لك كذا ومن بعد يقول لك شوف ندير له خليني نبعث لك واحد الشغل برك فريه وروح قول برك السيد اي وصلت وروح
وانت بتروح تلقى يعطيك يعطيك يعطيك، وبعد الحياة تاعك تتبدل، بعد اللبسة تاعك تتبدل، العقلية تاعك تتبدل، اروح انت وقنعوا انت الان بلي لا نعود ولي كما كنت. بماذا؟ بالايمان، بخوف الله، لازم تدخلوا الجنة. هذا هو الشيء اللي حيشدك. ولذلك حتى الوالدين الان في بعض الاحيان ينهزموا الان في المادية، ويحبوا يحرقوا الخطوات، ما قدروش. الولد الاب بدا رجع واش قدر، بعد ما لحقش، بعد وليده بدا يخرج على المصاري يقول لك لا غالب لا غالب. شوف واش دار الانجازات التي قام بها. فقلنا حرق الخطوات، ما يتحملش الخطوات. ولذلك من حرق الخطوات ايضا من تاثير الوهم، مظاهر الوهم، وهو العلاقات. كيف تكون العلاقات؟ لان يعيش العلاقات الدراميه. الان الشباب تاعنا الان واش تلقاه؟ قديما قديما الان معظم الاباء تاعنا كيف تزوجت؟ في الطبطيب، ماشي بالايجاب، ماشي بصالي، تزوج بصالي، تزوج بصالي، تقعد في الفيسبوك من بعد طبطب عجبتني جيت عند باباها قال لي طلع طبطب دار، من بعد بابا ويماك تزوجوا. افضل الحب هو هو البناء والحب، الحب تنبنى، بدا يتنبنى يتنبنى يتنبنى، عاشوا الحب وبعد عاشوا، بعد تلقى بابا مع يما عليهم رحمه الله توفى، لكن عاشوا عاشوا مده كبيره وحنا رانا من تيمار ديالهم. وتلقى الاب هذا يقول شحال عندي 50 سنه 30 سنه 40 سنه. ولذلك شفت هذه العلاقات، يعني نعود بحرق الخطوات. تلقى زعما باباك واش كان يخدم في لالاستيه، وانت في الجمعه، وانت في البوسطه، وانت وانت خلاص. جينا عند شاب في عمره 30 سنه واش خدمت؟ خدمت في القهوه، خدمت في لاسيه، خدمت في البوسطه، خدم واحد 34 خدمه. علاش؟ كاع الخدمات شغل بدا يخدم هذه ما كاين والو، هذه ما ندير بها والو، ما يقدرش يصبر لانه يحب حق الخطوات. او خدم 24 خدمه في عمره 30 سنه، علاش؟ ياما تدخلوا عند صاحبك باش بلي يقدر يصبر يخلص زوج من عين، بصح هذه الخدمه تولي بها مدير، هذه الخدمه راح دير علاقات وراح تنجح معك في حوايج واحد اخرين. لا لا، يامات 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 كبرت. ولذلك لما جينا الان الى العلاقات، الان كيفاش الان واش ولات الان البنات تاعنا ولا الشباب تاعنا كاع ما يعيشوا خيال، كاع يعيشوا علاقات غراميه، علاقات سينمائيه، علاقات دراميه. علاش؟ لانه يقول لي شو الامر مطلوب، لانه هذا الفيلم اللي يتبع فيه تساوي انه تكون عنده ايضا. ولذلك الان ابنائنا وبناتنا قام يعيشوا صراع، ليكون يعني محافظ فيه الولد المحافظ يقول له اسمع سيدي انت ما عندكش حتى وحده، تقول له ما عنديش، يا لا يا اروح تشارك مع اختي، دخل جيبوا لي وحده، جيبوا لي انا يخلق باش نولي معاكم الانتماء. تجيب بنتك الان اللي انت مربيها وتغديها وتعطي لها مبادئ، ويجوا وتلقى المجتمع اللي بدا يفرض عليها كيفاش انت ما عندك علاقات. الان الاشكال الكبير يا اخوان وهو الوالدين كيبداو يعيشوا الوهم ايضا، يزيدوا ينغمسوا في هذا الوهم، ويقول لك بصح كيفاش تزوج طفله؟ نسقسيك معاك كيفاش تزوج طفله؟ ولذلك تلقى بزاف الامهات على بالها بلي بنتها راهي في علاقه والراجل ما على بالوش، علاش يخبوا عليه؟ بعد نهار الخير يقول لك واجبها واحد وجاب باه هو مسكين ما على بالوش، ومن بعد جا هكذايا ومن بعد زعما هذا كيدير روحو بلي ما يعرف والو، هما عندهم شحال كيف كيف. وبعد يقول لك الولد جا باباه معليش ماشي مشكل. الشاهد الخوف، هذا الخوف يخلي انه حتى الام تتنازل، الوالدين ولو بيتنازل يقول لك لا غالب ما كانش ما تقدرش لازم تزوج. الزواج هذا حيكون في تكوين هذه العلاقات التي اصبحت تضر اكثر مما تنفع، ما عادش تنفعك، لانه معظمنا الان يقول يعيش خيال. هذا الخيال اللي يقدر يعيش به الضغط النفسي حنتكلموا عليه ان شاء الله، انه يعيش ضغط واللي يتصور يتخيل يشوف يعيش عالم واحد اخر، هذا العالم اللي يخليه ربما يخالف بعض المبادئ ديالو باش يلحق الهدف تاعو. ولذلك من مظاهر الوهم، المظاهر ديالو هو رفضنا، رفض الشاب لمن؟ لواقعه، للواقع ديالو. لما يرفض الواقع ديالو، لانه الان في المفكره تاعي وفي المخيله تاعي انني عايش في عالم واحد اخر. نعطيك واحد المثال فقط كنت ذكرته في احدى المقاطع. الان الشباب تاعنا مساكن اللي متعلقين بزاف بالغربه، واش يصاروا؟ تلقاه يعيش عالم، هذا العالم انه صحابي مثلا زعما صحابي في الانجليز، وصحابي في الانجليز يبداو يبعثوا لي تصاور،
هاونيك دايات صاور هاينيك بحشيش وقابة وعملال وبعدين يشوف أنا بعد خلاص يا خلاص أنا منيش قادر نعيش في البلاد وبعد أنا فرنسيني أعيش في الإنجليز أنا داخل راسي في الإنجليز الجسم دي اللي ودراه أفلام مطعم حي الجبل تقول ما باش تخرج تطيح من الجبل باش تطلع فهمتني ماشي سهله فقال ومن بعد تيجي تلقاه مسكينه وعايش في مخيله بعيده وبدا ومن بعد يجي باباه او جنكاز نوض لا تعمر شغل هو الفراس واحد يضرب باباه واحد سخنها قالوا فهمتني هي خليني نعيش حبيبه علاش خليني نتخايل شويه او جنكاز يولي واش يصرى له الشاب باش تفهم روحك فقط يرفض واقعه لما يرفض الواقع ديالو يصرى له واحد الامر يسموه في علم النفس النظام الترشيحي هذا النظام الترشيحي مش معناتها معناتها تولي تركز غير على النقائص تولي انت اسبيراتور تاع النقائص تاع السلبيات ولذلك تخرج الصباح وتبدا تشوف زعما كاين بلاد حوما كي تشوفهم تكرهها ها كان يتلاقيت مع هذاك صباح ربي من بعد الحفاري من بعد ليك هذه بلاد قعدت فيها شو راش نتاع الحداد شو شعرين شو يضربوا شو يجوز نهارو كاع هكذا وشو يدير او يضغط على روحه حتى انه يضيع الفرص في الحياه تاعو يولوا يضيعوا الفرص يعني لو كان هذا الصنف من الشباب تجي ليه تقول له كاينه خدمه او خالك راح يدخلك الخدمه تقول له يما تسمع خالك قال لك خرج الدوسي باش تدخل الخدمه خدامش انا رايح لا خدامش انا رايح بنت عمتك اما طلعها على ديار وهي ما شاء الله هي قالت لك عمتك ولا حبيتو تزوجو ما نقدرش ما نتزوج مع بنت عمتي لانه كوني انه نتزوج يساوي الاستقرار ويساوي نقعد اذا ما نقدرش نقعد وانا اللي رايح ويضيع الفرص يبدا يضيع الفرص في حياتي وبعد وقت اش يفطر في كاردي كونديت يجبدها هكذا بعد يقول كبرت وبعد يعيطالو يما هذيك بنت خالتي يا ودي تزوجت راحت وخالي يما خالك راح كلش واش تعاود تولي تعاود الان ترفض واقعك فيولي يرفض الواقع ديالو ولذلك نلقاو المظاهر تاع من تاع الغضب نلقاو شاب الان تلقاه زعما راك قاعد انت او قاطع غير تصوني يسبك انت تقول علاش تسبني يا خصوني نتلك باش ما نقيسكش علاش لانه هو راه مقلق ماشي عليك انت جزء من القضيه طيب فتقلق علاش لانه هو تقلق لماذا لانه عايش بالغضب ولذلك تلقاه بعض الاحيان نعيش هذاك المظهر تاعه واش بيك تشوف فيا تقول له ما واش بيك تشوف فيا هو واش يدير او يحب ينفس الغضب ديالو بيك